حتى الماضية والأيام الماضية شهدت العمليات العسكرية تصاعدا بائنا في عدة جبهات قتالية، سواء كان هذا في الخرطوم أو في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. في الخرطوم هنا طوال ليلة أمس كان هنالك نشاط مكثف لحركة الطيران التابعة للجيش السوداني الذي شن عدة غارات على مواقع لقوات الدعم السريع في مناطق الخرطوم الشرق وفي منطقة سوبا وفي مناطق المعمورة وفي محيط سلاح المدرعات، بالإضافة إلى بعض الأهداف في منطقة تحري. هذا الأمر ربما نجم عنه تصاعد كثيفا لأعمدة الدخان في عدة مناطق قتالية. في الفاشر هذا الصباح قذفت قوات الدعم السريع عدة قذائف تجاه قيادة الفرقة العسكرية هناك في منطقة الفاشر. هذا الأمر ربما أدى إلى تصاعد المواجهات العسكرية شأنه شأن الأيام السابقة التي شهدت تصاعدا في نسق العمليات ما بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش والقوات التي تحارب مع الجيش. ربما هذا الأمر كان أثره سالبا بشكل ظاهر على المدنيين الذين نزحوا بكميات كبيرة للغاية اتجاه مدينة الضعين في شرق دارفور، بالإضافة إلى منطقة دار السلام. هنا أيضا تصاعدت العمليات العسكرية في بعض المواقع التي بها نزاع خلال الأيام السابقة، مثل مناطق بحري ومنطقة شرق النيل. هذه المنطقة التي دائما ما تشهد مواجهات عنيفة ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. قال الجيش في بيان هذا الصباح إنه استطاع أن يتقدم بشكل كبير تجاه مناطق بحري، واستطاع أن يحرر بعض المنازل والبيوت، مؤكدا أنه التزم بعملية القانون الدولي في عملية المواجهات العسكرية مع قوات الدعم السريع. بدورها قالت قوات الدعم السريع في بيان أنها لا تهدف من هجماتها المتكررة على الفاشر السيطرة على الفاشر ومن ثم إقامة دولتها، وقالت أن هذا الأمر متوهم لدى ما أسمتهم بقوات الفلول. إجمالا الفاشر أيضا هي منطقة تشهد نزاعا كبيرا ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. هذا النزاع أثر بشكل واضح وبشكل كبير على حياة المدنيين هناك رغم المناشدات الدولية. آخر التصريحات التي تحدث بها الأمين العام للأمم المتحدة قبل ساعات تحدث فيها عن أن الملايين في الخرطوم وفي غزة يواجهون شبح الموت، سواء كان هذا الموت عن طريق وجودهم في مناطق النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى ضعف المستهلكات المالية وغيرها. نعم، كل الشكر لك من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل الغد، شكرا جزيلا.